بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل الحلقة 21 من حلقات تصميم مواقع باستخدام برنامج الفوتوشوب، وهنتكلم فيها على التركة التانية وأهم الاختصارات اللي احنا ممكن نستخدمها في الفوتوشوب اللي هي البيست شورت كاتس. تعالوا نقول كده واحدة واحدة ونراجع على الاختصارات اللي انت ممكن تستفاد بيها في موضوع تصميم المواقع. أول اختصار عندنا وهو اختصار الموف تو. شايفين الاداه اللي فوق ديت هي اداه الموف تو. تعال الاول بس نعمل فايل جديد، ادي فايل، نختار نيو وهنخليها على الاداه اللي هي بتاعتنا وهنكتب عليه شورت كاتس. شورت كاتس اوكي، وهنخليه 1200 في 1200 والريزولوشن هنخليها 72 بكسل زي ما هو ونقول اوكي. لو انا عاوز اجيب مثلا، لو انا على اداء غير الموف تول وعاوز اجيب الموف تول من خلال لوحه المفاتيح، بضغط حرف ال في، هتبص تلاقي الموف تول بدات تتظلل بحيث ان انت ممكن تحرك بيها اي حاجه. لو على سبيل المثال انا راسم ريكتانجلر تول مثلا بالشكل دوت ورحت رسمته كده وكان على هيئه شيب بس خلي بالك مختلف، تمام، انا كده واقف على ريكتانجلر تول. لو ضغطت في هروح على الموف تول، ممكن استخدم الاسهم وشيفت مع الاسهم ابتدي احرك. طيب انا عندي تليفون هرد عليه اول وارجع لكم تاني. هنكمل الاختصار التاني، هو اختصار ريكتانجولار مارك ويد تول اللي هو ديت اللي هي حرف الام. تمام كده، لو انا عاوز اختارهم من لوحه المفاتيح بضغط على ام من لوحه المفاتيح، هتبص تلاقي نفسك نزلت بحيث تقدر تعمل سيلكشن مربع او اي سيلكشن من السيلكشنات الموجوده داخل الريكتانجولار مارك ويد تول. طيب الاختصار الثالث هو اختصار الكتابه اللي هو التايب تول. والتايب تول احنا عندنا حرف التي من لوحه المفاتيح، لو ضغطت عليه وحبيت اكتب، تمام كده هقدر اكتب. طبعا ممكن اكتب بعيد عن الشيب تول وابتدي اكتب التكست اللي انا عاوزه. هكبر التكست شويه، خليه اسود واكتب اداه كتاب. تمام، دي التايب تول. يبقى اختصار تايب تول اللي هو حرف ايه؟ حرف التي. طيب في اداه الريكتانجولار تول اللي هي بتاعت رسم المربعات والاشكال اللي هي الشيبس، اختصارها حرف ايه؟ اليو. لو ضغطت يو من لوحه المفاتيح هقدر ارسم شيبس من الشيبس الموجوده، لو ضغطت شيفت طبعا يو هقدر اقلب على الادوات الموجوده لحد ما اوصل الاداه اللي انا ايه عاوزها. تمام كده، وليكن بالشكل دوت. ممكن طبعا اغير اللون بتاعها بهذا بهذا الشكل. دي اداه الريكتانجولار تول. في اداه طبعا الزوم ان والزوم اوت. الزوم ان والزوم اوت اللي هو التكبير والتصغير، كنترول زائد بتعمل زوم ان، كنترول وناقص بتعمل زوم اوت. طيب لو انا حابب احدد كل حاجه، كنترول مع ايه كده عملت سيلكت اول، كنترول مع ايه. لو انا عاوز اشيل السيلكشن كنترول مع دي كده شلت ايه سيلكشن، يبقى كنترول مع ايه حدد كل حاجه، كنترول مع دي اشيل السيلكشن. لو انا حابب ان انا ابعد الاختيار عن الاداه اللي هي بتاعت الشيبس، انا اخر حاجه انا رسمتها لو كان الراوند ريكتانجولار تول دوت، لو انا حابب ابعد عن اللي هي بتاعت الشيبس دي اضغط كنترول مع مين؟ مع اتش. بص كده هتلاقي السيلكشن بتاع الشيب نفسه يعني اتغير، بحيث لو انت استخدمت التايب تول ما يبقاش الكتابه داخل مين؟ داخل الراوند ريكتانجل تول، لكن هتبقى كتابه منفصله ولكن زي كده منفصل. اوكي اوكي المفتول. تمام، يبقى كنترول اتش بتشيل لك السلكشن من على مين؟ من على الشيب تول او من على اي اداه فيها مسارات، بحيث ان انت ما تخشش جواها يعني، وتبقى الحاجه الجديده تنزل في لير جديده وتبقى منفصله. طيب ايه كمان عندنا؟ عندنا المسطره. المسطره اللي هي الظاهره فوق اللي هي ديت، كنترول مع ار تخفيها، كنترول مع ار تسهر. يبقى المسطره كنترول مع ار اهي بالشكل دوت، تخفيها وتظهر. عندي كمان الجايدز. طبعا انت بتعمل المسطره، انت ممكن تعمل جايد زي كده تبتدي تشتغل عليه. الجايد دوت حاجه انت يعني هتستخدمها علشان التصميم بشكل كبير، يمكن احنا شفناها انت هنا.
شفناه في ال 360 جريد سيستم اهو بالشكل ده. تمام، لو حابب تخفيها هتضغط كنترول مع كاف تختفي، كنترول مع كاف تاني تظهر، برضو كنترول مع اتش ممكن تمشي معاه برضو تخفي وتظهر الجايدز ديت يعني بنفس الاسلوب. فانا عندي كنترول مع كيف وكنترول مع اتش يمشي نفس الاسلوب اللي هي تخفي الجايدز ديت وتظهرها. اخر اختصار معانا اللي هو اظهار الشبكه اللي هو كنترول مع الابوستروف او الط، لو ضغطت كده تظهر الشبكه، لو ضغطت كده تختفي الشبكه اهو. يبقى تاني نعيد عليهم بسرعه. عندي الموف تول حرف الفي، تمام، عندي المارك وي تول حرف الام، عندي التايب تول حرف التي، عندي الريكتانجولر تول حرف اليو، عندي الزوم ان والزوم اوت اللي هو التكبير والتصغير كنترول زائد وكنترول وناقص، عندي سيلكت اول كنترول مع اي، عندي دي سيلكت او عدم الاختيار كنترول مع دي، عندي اخفاء اللي هو الشيب تول كنترول مع اتش عشان افصل على الشيب تول وابتدي معانا او اخفي الجايدس. تمام كده، عندي المسطره كنترول مع ار، عندي الجايدس زي ما قلنا كنترول مع كيف او كنترول مع اتش الاثنين هيمشوا مع بعضيك. طيب عندي كمان اخر حاجه اللي هي الشبكه كنترول مع ط او الابوستروف بحيث تظهروا ايه مخفيه. ودي كانت اهم الاختصارات اللي انت ممكن تستخدمها مع الفوتوشوب لتصميم المواقع. وبكده نكون خلصنا التركايه الثانيه وخلصنا المحاضره ديت. اذا عجبك الفيديو اعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه اعمل لي سبسكرايب داخل القناه. واكون ليك متشكرين. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر زايد من قناه مصطفى زايد للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.